خلينا الآن نتعرف على المصفوفات arrays. المصفوفات في الرياضيات هي مشابهة تماما للمصفوفات في البرمجة، فهي تستخدم لحل مشكلات معقدة جدا. نفس الشيء الآن احنا نستخدمها في البرمجة، فهي راح تعطيك إمكانية في ترتيب البيانات، وسهولة الوصول إليها والتعامل معها. فعلى سبيل المثال، أنت عندك أسماء أو التلاميذ أو الطلاب الموجودين داخل صف، من نفترض عندك 25 طالب. 25 طالب، فما تجي أنه أنت تخزن كل طالب داخل متغير، لا، هذا راح يستغرق عندك وقت وكذا. فأنت تحتاج أنه تعرف متغير واحد اللي هو يكون على أساس مصفوفة، وتبدي تسند أسماء الطلاب أو الطلاب إلى هذه المصفوفة. راح تتيح لك خصائص، يعني خصائص المصفوفة راح تتيح لك عملية الوصول إلى كل طالب موجود داخل هذه المصفوفة، وكل العمليات، عمليات الاستبدال، عمليات البحث كذا، يعني خصائص المصفوفة. إذا ببساطة خلينا نتعرف على مجموعة من الأساسيات المصفوفة، هي موجودة في كل لغات البرمجة. فلنفترض أنه أنت يعني ببساطة راح تجي تقول عملية تعريف. نفترض أنه عندك مصفوفة X، هذه المصفوفة خلينا نمثلها على شكل مخطط بهذا الشكل، يعني هي راح تكون عندك بهذا الشكل مثلا، وهذه المصفوفة إلى قيم، مثلا نقول هنا عندك 2، هنا عندك مثلا 5، 10 مثلا، 20 مثلا، عندك هنا 33، تمام. فهذه هي عناصر المصفوفة. فأنت بدل أنه تقول قيمة اكس واحد وتبدي تقول 2، واكس 2 يساوي عندك 5 وهكذا. إذا أنا أخذت هذه كل هذه القيم ووضعتها داخل المصفوفة، هذه المصفوفة إيش اسمها؟ اسمها اكس، أو نقول array of x، يعني مصفوفة القيم x، والنوع مالتها هي integer، تمام؟ يعني تخزن قيم رقمية صحيحة. طيب، أنا أريد هسه أوصل لعناصر المصفوفة. حتى أوصل عناصر المصفوفة أكو شيء يسمونه إندكس، هذه المصفوفة تكون مرتبة، فرتبة هذا العنصر، يعني حتى أوصل لهذا العنصر، فترتيب الإندكس مالت المصفوفة راح يكون عندك كالآتي: 0 1 2 3 4. أي دائما المصفوفة تبدي بصفر، فأنا حتى أوصل لهذا العنصر فراح أقول له أوكي إكس بهذا الشكل، أفتح الأقواس مالتي وراح اقول له هنا جيب لي الصفر، يعني جيب لي القيمه اللي هي مقابلها الاندكس صفر. حتى اوصل يعني حتى احصل على ال 25، فانا ايش راح اعمل؟ راح اقول له اوكي عندي قيمه الاكس، ايش الاندكس المقابل لها؟ مقابل لها هي 3، فراح اجيب لك 20، تمام. اريد الان استبدل، فكيف راح اقوم بعمليه الاستبدال؟ راح استبدل ال 33، أبدي أستبدلها مثلا بقيمة نفترض عندك 40. فكيف راح أقوم بعملية الاستبدال؟ بسيطة جدا، راح أقول مباشرة الأكس الإندكس مالت هي عبارة عن 4، وأعطي أسند لها القيمة بصورة مباشرة اللي راح تساوي لي قيمة 40. فالآن أنت عملت أبديت على المصفوفة، تمام. فهذه بصورة عامة كستركتشر هيكل المصفوفة وأساسيات عامة المصفوفة. إن شاء الله راح أتعرف عليها عمل في الفيديو القادم.